وفي غزوة أحد، وإذا بالخبر يطير إشاعة إلى المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. وصل الأمر على الصحابة كالصاعقة، وإذا بامرأة من الأنصار تخرج لاستقبال الخبر، فإذا برجل يقف أمامها فيقول لها: عظم الله أجرك في أبيك. فتتنهد وتقول: أخبروني ماذا فعل رسول الله. قالوا: عظم الله أجرك في ابنك. قالت: أخبروني ماذا فعل رسول الله. قالوا: عظم الله أجرك في زوجك وأخيك. قالت: أخبروني ماذا فعل رسول الله. قالوا: هو هناك يقبل. وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تأملت نبيها وسيدها وحبيبها ومن حبه أعظم عندها.